السلام عليكم سي محمد هوليم، الجار والصديق ديال سي عز الدين. كنذكر المواطنين بان راه سي عز الدين راه ما عنده لا كونت، لا عند الناس ولاو كينتحلوا بعد الصفات ديالنا وكيجيو هي مراته واخته، داك الشيء راه ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. سي عز الدين راه كلفني انايا باش ناخذ اي هبه كيعطيها شي حد ولا كيعطيه شي حد شي هبه من عنده، راه كتكلف انايا قدامه قدام الناس اللي كيسمعوا كيشوفوا هذا الفيديو هذا. راه ما كاينش حد من بعد، راه غادي نديروا واحد الكون ديالو اللي غادي ان شاء الله اللي بغى يتكلف شي حاجه ولا بيعطي شي حاجه في سبيل الله راه غادي يبدا يرسلها لي ديريكتو. لحد الساعه راه كنأكد ان السي عز الدين راه ما عنده حتى شي صله مع شي حد، اللي بغى شي حاجه اللي كنبان معنا في الصوره يتكلف بها بالنمره ديالي ولا بالنمره ديالو ان شاء الله اللي غادي تبان عندكم في سميتو في هذا الفيديو. وكنذكر ان بزاف ديال الناس ولاو تينتحلوا شخصيات انه كيجيو كيجيو من العائله وداك الشيء وكياخذوا تبرعات باسم ديالو هو. وبزاف راه مؤخرا واحد السيده راه قالت بان راه مرتو وخدات تبرعات فعلا والناس صيفطوا لها. وهذا الفيديو هذا كنديروه كنشكروا هاد الناس هادو اللي تكلفوا بهذا الفيديو ديال هاد الاذاعه هادي ديال النجمه، كنشكرهم شكر خاص بلا زعما تدخلوا داروا هاد الانيسياتيف من عندهم باش الناس يفهموا الوضع. واللي بغى يتبرع بشي حاجه كنعاود نشكره. وسي عز الدين نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم.